تبلغ كتلة الشمس حوالي أكتوليونيتون، أي ما يعادل 99.8% من كتلة النظام الشمسي بأكمله. إنه ببساطة غير واقعي أن نتخيل حتى 100 من هذا العدد الهائل بشكل لا يصدق. ومع ذلك، في مجرة هولمبرغ 15A التي تقع على مسافة 700 سنة ضوئية من الأرض، يوجد جسم مقارنة بشمسنا لن يبدو أكثر من بقعة صغيرة من الغبار. للوهلة الأولى، يبدو أن ما نراه في هذه الصورة ليس شيئا مميزا، ومع ذلك يوجد في وسط هذه المجرة ثقب أسود كتلته أكبر 40 مليار مرة من كتلة شمسنا. كيف تشكل مثل هذا الثقب الأسود العملاق؟ وماذا يمكن أن يخبرنا عن مستقبلنا؟ بدأ كل شيء في صيف عام 2019 في الجزء الشمالي من تشيلي في مرصد بارانال الفضائي لمدة ليلتين باستخدام مالتي يونت سبكتروسكوبيك اكسبلورر على أكبر تلسكوب في العالم. شاهد فريق من علماء الفلك حركة النجوم في مجرة هولمبرغ 15A. اكتشف العلماء أن جميع النجوم تدور حول جسم ضخم بشكل رهيب. من خلال الحسابات المعقدة، علم الفلكيون أن هذا الجسم هو ثقب أسود هائل. في البداية، قاس الباحثون كتلته بشكل غير مباشر من خلال دراسة ديناميات الأجسام الموجودة مباشرة داخل المجرة، وكذلك عن طريق حركة المجرات المجاورة. وفقا لهذه المؤشرات، تبين أن الثقب الأسود أكبر بمقدار 310 مليارات مرة من كتلة الشمس. ثم استخدم الباحثون مقياس تشفارسشيلد، وهو الأسلوب الرياضي الوحيد حتى الآن الذي يسمح بالقياس الدقيق لكتلة الثقب الأسود. تبين أن الرقم الناتج كان أصغر قليلا، لكنه لا يزال مثيرا للدهشة. وفقا للبيانات الدقيقة، تبلغ كتلة هذا الثقب الأسود 40 مليار مرة أكبر من كتلة الشمس. يتجاوز أفق الحدث للثقب الأسود المكتشف في هولمبرغ 15A مدارات جميع كواكب النظام الشمسي مجتمعة. من الصعب جدا تخيل مثل هذا الحجم المثير للدهشة، لكننا سنحاول القيام بذلك. من أجل تخيل حجم مثل هذا الثقب الأسود، يمكنك تركيبه عقليا على النظام الشمسي بأكمله. يبلغ متوسط المسافة من الشمس إلى بلوتو 39.5 وحدة فلكية، والتي لا تغطي حتى عشر نصف قطر الثقب الأسود. المسافة من الشمس إلى حزام كويبر 50 وحدة فلكية. هذا لا يزال صغيرا مقارنة بالثقب الأسود. هيليو بوز، المكان الذي تتوقف فيه الرياح الشمسية عن التأثير، هو 123 وحدة فلكية من الشمس، وهو ما يقارن بسدس نصف قطر الثقب الأسود، ويقيس حوالي 790 وحدة فلكية. فقط المسافة من الشمس إلى الحد الخارجي لسحابة أورت، والتي تساوي 1000 وحدة فلكية، قادرة على تغطية نصف قطر الثقب الأسود بالكامل. وفقا لذلك، القطر يعادل تقريبا نظامين شمسيين. أما بالنسبة لأربعين مليار كتلة من الشمس، فإن هذا الحجم الهائل ليس كثيرا. ومع ذلك، وفقا للعلماء، تقترب هذه الكتلة من الحد الأقصى المحتمل لحجم الثقوب السوداء. وفقا للحسابات، لا يمكن أن تتجاوز الكتلة القصوى الممكنة للثقب الأسود 50 مليار كتلة شمسية. قد يكون الاستثناء فقط في تلك الحالات التي يندمج فيها ثقبان أسودان هائلان ليشكل ثقبا أسود واحد بكتلة 100 كتلة شمسية. قبل استكشاف مجرة هولمبرغ 15A، كان NOT-618 يعتبر أكبر ثقب أسود. قدر العلماء في البداية أن كتلته تساوي حوالي 66 مليار شمس، ومع ذلك تم حساب هذه المؤشرات بشكل غير مباشر. في الواقع، يجب أن يكون القياس الدقيق لكتلة الثقب الأسود 618-TON أصغر بكثير. لذلك، لا يزال الثقب الأسود من مجرة هولمبرغ 15A هو صاحب الرقم القياسي.
ومع ذلك يبقى سؤال آخر، كيف يمكن أن يظهر مثل هذا الجسم الضخم بشكل رهيب في كوننا؟ يقترح العلماء أنه نشأ نتيجة اندماج مجرتين من النوع المبكر، كانت كلتا المجرتين قد استنفدتا النوى، أي أنه كان هناك عدد قليل نسبيا من النجوم. هذا النوع من الاندماج وفقا للباحثين نادر جدا، وعادة ما يولد مثل هذه الوحوش العملاقة، ومع ذلك لا يمكن للباحثين استبعاد احتمال وجود أكثر من مجرتين. ربما كان العديد منها ثقوب سوداء هائلة في الوسط، شكل اندماجها أكبر ثقب أسود تم اكتشافه حتى الآن. بغض النظر عن حجم الثقب الأسود، قد يبدو لنا أن هذا لا علاقة له بالبشرية، ومع ذلك فمن المحتمل أن يكون الثقب الأسود قادرا على إخبارنا كثيرا عن مستقبلنا. في الواقع قد يكون مثل هذا الاندماج للمجرات في انتظار مجرات درب التبانة في المستقبل. بعد حوالي 54 مليار سنة ستصطدم مجرتنا بأندروميدا. كان الدليل الأول على هذا الحدث الحتمي متاحا لفترة طويلة في وقت مبكر من بداية القرن العشرين. لفت عالم الفلك فيستو ميلفين سليفر الانتباه إلى حقيقة أن الأجسام الفضائية تختلف في لون توهجها اعتمادا على حركتها بالنسبة إلى الأرض. تقوم الأجسام التي تبتعد عن الأرض بضغط الضوء الذي يتحول نحو اللون الأحمر اللطيف، تقترب الأشياء. على العكس من ذلك ينبعث منها ضوء أزرق مضغوط. تألقت مجرة المرآة المسلسلة باللون الأزرق تماما. بناء على هذه البيانات في عام 1913 حسب سليفر كانت المرآة المسلسلة تتجه نحو درب التبانة بسرعة 300 كيلومتر في الثانية. لعقود من الزمان لم يستطع العلماء فهم كيف سيحدث هذا الاصطدام بالضبط. هل ستكون هذه ضربة مدمرة أو أن المجرات سوف تتصادم ببساطة مع بعضها البعض؟ ظل ذلك لغزا كان من الضروري حله، لأن مستقبل البشرية يعتمد على الإجابة. في العقود الأخيرة قدم الباحثون أخيرا إجابة أوضح على هذا السؤال، وذلك بفضل ملاحظة المجرات الزوجية 6052 NGC والتي تشكلت نتيجة اصطدام مجرتين أخريين. درس الباحثون بعناية الصور الملتقطة بواسطة تلسكوب هابل، وقاموا بعمل تنبؤات حول مجرة درب التبانة. بغض النظر عن مدى قوة الاصطدام، ستبقى الشمس والنجوم الأخرى وكذلك الكواكب، لأن هناك مسافة هائلة بينها، عشرات ومئات السنين الضوئية. على الأرجح لن يبقى شخص واحد على الأرض بحلول ذلك الوقت، حيث ستبدأ الشمس في التحول إلى عملاق أحمر قبل حدوث هذا الاصطدام. ستكون البشرية التي من المرجح أن تكون قد ملأت كواكب أخرى في ذلك الوقت، قادرة على مراقبة العديد من الظواهر المثيرة للاهتمام. مع اقترابها ستظهر مجرة المرآة المسلسلة أكبر حجما على شكل سيف ضوئي ضخم في السماء. بحلول ذلك الوقت ستبدأ السحب الجزيئية العملاقة، وهي مواد بناء نجمية في الانكماش، وبالتالي تشكل العديد من النجوم الجديدة. في المقابل سيتم تدمير تيار النجوم التي تشكل مجرات درب التبانة وخلطها معا. الغاز والغبار والنجوم الجديدة ستعيد تشكيل سماء الليل التي نراها الآن تماما. سيكون العديد من النجوم الناشئة كتلة هائلة، وستكون موجودة لفترة قصيرة جدا من الزمن قبل أن تنفجر على شكل مستعرات عظمى. إذا ظلت البشرية على قيد الحياة بحلول هذا الوقت، فستكون قريبة من النجوم الجديدة. لكن الانفجارات اللاحقة قد تضع حدا لوجود حضارتنا. لكني أعتقد أن علماء المستقبل سيمنعون بالتأكيد الاستيطان بالقرب من مثل هذه المخاطر. بعد ذلك ستذهب مجرة المرآة المسلسلة إلى أبعد من مجرات درب التبانة، ولكن بعد 100 مليون سنة ستنعطف وتندمج مع مجرتنا مرة أخرى. سيؤدي هذا إلى بدء انضغاط آخر للسحب الجزيئية وولادة نجوم جديدة. بعضها سوف ينفجر في السوبرنوفا، ونتيجة لذلك ستتحول مجرة أندروميدا ودرب التبانة، وهما مجرتان حلزونيتان، إلى مجرة إهليجية واحدة. أعطى العلماء بالفعل اسما لمجرة المستقبل،
ميلكوميدا، بالنظر إلى أن اصطدام المجرات يمكن أن يشكل ثقباً أسود هائلاً، كما هو الحال مع مجرة هولنبرغ 15A. في هذه المرحلة سيكون هناك ثقب أسود هائل في مركز مجرة درب التبانة بكتلة تتراوح من 2 مليون إلى 5 ملايين كتلة شمسية. في وسط أندروميدا يوجد مرشح للثقوب السوداء بكتلة 140 مليون شمس. هذا ليس كافياً للسجل، لكننا ما زلنا لا نفهم تماماً عملية تكوين مثل هذه الثقوب السوداء العملاقة. سؤال آخر، هل يمكن أن يوجد نظام شمسي كما كان من قبل ولكن الآن خارج مجرة ميلكوميدا حديثة التكوين؟ بعد كل شيء، فإن التوازن الكامل للتفاعل الجاذبية مع الأجسام الكونية الأخرى سوف يضطرب. إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة وانقر على الجرس حتى لا تفوتك إشعارات المقاطع الفيديو الجديدة وتدعو أصدقائك إليها، فمن المثير للاهتمام مناقشة هذه الموضوعات معا. إلى لقاء جديد، دمتم في أمان الله.